بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتحاد كتائب شهداء بدر سوف نقوم الآن بضرب أحدى مقرات بشار الأسد وعصابته التي يستخدمونها لقنص المدنيين العزل. الله أكبر. الله أكبر. قرب سكنة المهلب. الله أكبر. الله أكبر. استخدموا المدارس كمراكز للشبيحة وأوكار للشبيحة ليقنصوا منها المدنيين العزل. الله أكبر.